وقت لم تأتي مفاوضات القاهرة بالنتائج المرجوة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية، ترتفع المطالبات السياسية والشعبية بأن يوقع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية في التاريخ المحدد. فما هو مصير الحل السياسي في السودان بين مسارين للتفاوض؟ مسار يجمع قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، وآخر يجمعها مع الجبهة الثورية. الاستمرار في المشاورات لتجاوز الخلافات هو ما انتهت إليه جلسات المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في القاهرة على مدى يومين. مفاوضات لم تحسم الخلاف بعد بين الطرفين، لكنها تجاوزت العديد من النقاط الخلافية. وترى قوى الحرية والتغيير أن موضوع السلام سوف يكون من أولويات الحكومة المقبلة خلال الستة أشهر الأولى من عملها، وأن إنهاء الخلاف مع الجبهة الثورية إحدى مكوناتها سيتم في المرحلة المقبلة. هذا الأمر بشكل جذري ومن جذور المشكلة، وهذا ما يدور الآن. الإخوة في الجبهة الثورية يناقشون بعمق مع زملائهم في قيادة الحرية والتغيير الذين هم جزء منها هذا الملف الشائك، حتى يتم الاتفاق على رؤية واضحة. أصلا في مهام الفترة الانتقالية أعطت الأولوية أو أمرت بأن تكون الأولوية في الستة أشهر الأولى لموضوع السلام. فموضوع السلام لا يمكن حله في يوم أو يومين أو جلسة أو جلستين، هذا موضوع عميق. أما الشارع فيرقب التطورات بحذر، رافضا أي تأجيل للتوقيع النهائي على الاتفاق. بالنسبة للنقاشات والحوارات الدارت بيناتهم دي، أنا ما أظن يوصلوا للاتفاق. هذه المباحثات لن تكون الأخيرة إلى أن نصل إلى اتفاق شامل يحقق الدماء، يحقن دماء السودانيين ويملي على السودانيين التواصل فيما بينهم، حتى وإن لم يصل هذا الاتفاق منتهاه في 17 قبل 17 أغسطس الجاري. بتمنى إنه الاتفاقية تكون تكون يعني بسرعة، ومراعاة لوضع البلد الآن حاصل، يعني تكون اتفاقية ويراعوا للشعب السوداني أنه معاني من الوضع الاقتصادي الحاصل حاليا في البلد. ورغم الأجواء الإيجابية التي تلت التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري في الرابع من هذا الشهر، فإن الأنظار تتجه إلى البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. التوقيع النهائي على الاتفاق أمر اعتبره عامة السودانيين ضرورة غير قابلة للتأجيل في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، وأن أي تأخير في تطبيق ما تم التوافق عليه بالأحرف الأولى قد يحرف المرحلة الانتقالية عن مسارها. سلمان أبو دقة، سكاي نيوز عربية، الخرطوم. للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا من لندن، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية الدكتور محمد فرج الله، ومن الخرطوم عضو قوى الحرية والتغيير والناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من الدكتور محمد. دكتور محمد، برأيك لماذا لم تخرج مفاوضات القاهرة بالنتائج المرجوة؟ الجبهة الثورية، التحية لك في البدء، والتحية للأستاذ ساطع الحاج، والتحية للمشاهدين، وعيد مبارك. الجبهة الثورية كانت حريصة دوما في أن تكون حاضرة في كافة المنابر التي تهتم بالشأن الوطني، وبالتالي ذهبنا بهذا المنطلق إلى أديس أبابا، وكذلك كنا في الأمس القريب في القاهرة، وخضنا أيضا نقاشات عميقة وجادة سادها كثير من المناخ الودي. ولكن هذا السؤال الإجابة عليه يعني يجب أن تطرح على أطراف الحرية والتغيير الرافضة لإدراج رؤية السلام التي تم التوافق عليها في أديس أبابا في الاتفاقين، الوثيقة السياسية والوثيقة الدستورية. ظللنا نسمع مرارا وتكرارا كثير من التفسيرات وكثير من التعليلات هنا وهناك لأسباب هذا الرفض، ولكنها جميعا غير مغنعة ولا ترتقي لأن تفتح بابا للحرب. نحن لا ندعي أو لا نشير ولا يعني نقول بأننا سنذهب إلى الحرب، لا، نحن الآن ننتقل إلى انتقال مدني إلى وضع جديد، فنريد أن نقفل هذا الباب وأن نسد كل الأسباب التي تؤدي إلى الاحتراب مرة أخرى. وبالتالي السقوفات التي وضعت في
الإعلان الدستوري الأخير خاصة المادة 69 وإسقاط اسم الجبهة الثورية والسعي لي يعني إقصاء الجبهة الثورية والإسقاء لما ورد في رؤية السلام حول قضايا بناء الثقة وغيرها من الموضوعات، هذا يقطع الطريق أمام أي اتفاقات للسلام ومفاوضات للسلام يمكن أن تأتي في المستقبل القريب. لا يمكن فقط قبل أن تبدأ هذه المفاوضات أن تشترط لها وأن تضع لها سقوط، هذا لا يصب في مصلحة السلام. نحن نسأل الأستاذ ساطع الحاج وهو كان من الذين حضورا في قاعة المفاوضات الأخيرة التي ضمت الحرية والتغيير المجلس العسكري، والمجلس العسكري أيضا لم يكن معترض على إدراج رؤية السلام كاملة، حتى الذين أتوا إلينا في القاهرة بالأمس ذكروا أنهم غير مفوضين. الجبهة الثورية دوما هي الحريصة ودوما هي التي تذهب بوفد مفوض وتكون واضحة في طرح القضايا، ونسمع تبريرات يعني لا تتسق والمرحلة الوطنية الدقيقة التي يعيشها شعبنا ولا تتسق مع متطلبات الثورة السودانية التي كان شعارها. طيب طرحت مجموعة من التساؤلات دكتور محمد، دعنا نسمع ساطع الحاج مدام كان موجود في هذه المفاوضات ليرد على كل هذه التساؤلات. يعني ضيفي يقول لك سيد ساطع بأن الجبهة الثورية لم تكن مفوضة حسب ما تحدثتم أنتم، ويقول لك أيضا بأنه لا يوجد مانع لدى المجلس العسكري من إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. ما حقيقة كل ذلك برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. أولا تم الاتفاق في أديس أبابا في الأسبوعين الماضيات ما بين الجبهة الثورية كمكون مكونات الحرية والتغيير وقيادات أيضا من الجبهة الثورية الحركة الحرية الإعلان الحرية والتغيير من الخرطوم، تم الاتفاق على كتابة وثيقة تعمل أو تشتمل على نقاط السلام باعتبار أنه موضوع السلام في السودان موضوع أساسي. هذه الوثيقة يعني احتوت على 25 قضية جوهرية وأساسية من القضايا التي يجب أن تسود في الفترة الانتقالية لحلها. تم إدخال هذه الوثيقة التي تم الاتفاق عليها في أديس أبابا، تم إدخالها كفصل كامل هو الفصل 15 في الوثيقة الدستورية التي وقعت بالأحرف الأولى في 4 أغسطس 2019 وتضمنت 25 نقطة التي تم الاتفاق عليها في أديس أبابا. ومن أهم هذه النقاط التي تم إدراجها في هذه الوثيقة الدستورية موضوع خصوصية المناطق المتأثرة بالحرب والترتيبات الأمنية وقضايا التهميش والفئات الضعيفة وقضايا الأرض والحواكير، عدالة توزيع السلطة والثروة، التنمية العادلة والمستدامة، إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، التعويضات وإعادة الممتلكات، العدالة الانتقالية والمصالحة وإنصاف الضحايا، الوضع الإداري للولايات والأقاليم المتأثرة بالحرب، أي قضايا أخرى تحقق عملية السلام الشامل، العفو، إجراء إصلاحات قانونية تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء، العمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات، تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء، الأولوية العمل على إتمام اتفاق السلام الشامل المشار إليه في الفقرة أعلى، إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة، البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية، تسهيل مهمة المبعوث الأممي المفوضية السامية، إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد. على أي حال جميع هذه النقاط تم إدراجها بشكل واضح في الوثيقة الدستورية. عن ماذا تبحث إذن الجبهة الثورية أستاذ ساطع؟ وتضمن فصل كامل وهو الفصل 15. طالما 25 قضية جوهرية أساسية مضمنة في الإعلان الدستوري، عن ماذا برأيك تبحث الجبهة الثورية؟ طيب يبقى إذن أن كل القضايا التي أدرجت في اتفاقية أديس أبابا أدرجت ولم يحذف منها بند واحد. الذي حدث أنه الأخوان في الجبهة الثورية الآن الأستاذ الصديق محمد قال أنه والله لا يغفل كتابة اسم الجبهة الثورية،
هذا أمر طبيعي في موضوع الدساتير. أي يعني لا يوجد دستور في العالم يمكن أن تكتب فيه أو تذكر أو تتم الإشارة فيه إلى حركة مسلحة أو إلى حزب أو إلى كذا. يعني آتيني بدستور واحد في العالم تتم فيه الإشارة إلى اسم الحركة المسلحة، لا سيما أنه في السودان هنالك حركات مسلحة متعددة غير الحركات المنضوية تحت الجبهة الثورية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الجبهة الثورية طالبت بأن تكون الاتفاقيات السياسية المبرمة أعلى من الوثيقة الدستورية، وهذا لعمر أيضا عيب قانوني أو دستوري لا يمكن الركون إليه أو التوافق عليه. إذ آتيني بدستور في اتفاقية واحدة باستثناء اتفاقية نيفاشا التي وقعت مع النظام الماضي، وده الفرق، أن اتفاقية نيفاشا التي وقعت في 2005 مع النظام البائد نظام عمر البشير وقعت مع نظام ضد، مع نظام كان بيحرق الأراضي بيقتل الناس بيعمل على إبادة جماعية، ولذلك أصرت الحركة الشعبية في ذلك الوقت طيب. على أن تكون اتفاقية نيفاشا في حالة التعارض أعلى من الدستور. وعموما هذا نص استثنائي، ولكن الآن نحن الحرية والتغيير وصلت إلى السلطة والجبهة الثورية جزء من الحرية والتغيير، فهل الحرية والتغيير ستشترط على نفسها حرية والتغيير أن تكون الاتفاقية التي تجريها مع الحرية والتغيير أعلى من الدستور؟ جميل، هذه نقطة جميلة دكتور محمد فرج مربوك. اسمح لي يعني لا هذه نقطة جيدة، دعني أتكلم مع الدكتور محمد في بخصوص هذه النقطة. يعني الجبهة الثورية هي جزء لا يتجزأ من الحرية والتغيير، ولذلك نتساءل لماذا كل هذه المخاوف ولماذا كل هذه الاعتراضات إذن؟ شكرا لك. وفعلا الجبهة الثورية جزء من الحرية والتغيير ومكون أساسي ساهم في إنتاج الثورة السودانية المجيدة، ولكن دعني أعلق ابتداء أنه من غير الدقيق الوصف بأن رؤية السلام تم إدراجها بشكل كامل في الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري، هذا الكلام غير دقيق تماما. وبالتالي أنا أؤكد أنه لم يتم إدراج هذه الرؤية، بل تم إدراج بنود منها. صحيح ما أشار إليه الأستاذ ساطع تم إدراجه، ولكن هذا ليس الذي ورد في هذه الوثيقة أو في رؤية السلام. وبالتالي أيضا في مداخلتي حينما أشار إلى أنه تم إسقاط اسم الجبهة الثورية وما إلى ذلك، هذا تم التوافق عليه في أديس أبابا. لماذا لم يشير إلى أن هناك حذف قد طال هذه الوثيقة؟ لماذا لم يشير إلى أن هناك فقرة إضافية نص على أن لا تسود في حالة تعارض نصوص اتفاق السلام المأمول مع نصوص الإعلان الدستوري أن يسود الإعلان الدستوري؟ هذه الفقرة تمت إضافتها لاحقا وحديثا حتى في الساعات والدقائق الأخيرة من المفاوضات التي ضمت أطراف الحرية والتغيير بالمجلس العسكري، ونحن لنا مبرراتنا حقيقية. نحن دفعنا تضحيات جسام ودفعنا كذلك يعني كثير من الدماء التي سالت في هذه الثورة خلال 89 حتى يومنا هذا. بالتالي الأكثر حرصا على السلام، الأكثر حرصا على الانتقال المدني الديمقراطي الحقيقي الذي يخاطب القضايا السودانية بظلاماتها التاريخية، حينما تضع سقفا للعملية التفاوضية التي ستبدأ، وأقول التي ستبدأ في المستقبل، هذه العملية التفاوضية ستتم بين الجبهة الثورية بالإضافة إلى الحركات المسلحة الأخرى والحكومة المدنية والتي ستشكلها الحرية والتغيير. لماذا التخوف واستباق هذا الواقع بأن تنص أن إدراج نص أن ما يتم التوافق عليه من اتفاق سلام يجب أن لا يكون سائد؟ هذا العرف، أنا لا أتفق في أن الأعراف الدبلوماسية أو الأعراف في اتفاقيات والمفاوضات يعني في السابق لم تشير إلى أن يتم سيادة نصوص ما يتم التوافق عليه. أصلا حينما يتم التفاوض فهو هناك أزمة ما، وهذه الأزمة يجلس طرفين لإيجاد صيغة وسطى. هذه الصيغة الوسطى تكون جديدة لاستيعاب مطلوبات اتفاق السلام، وبالتالي يتم إعادة هيكلة ما هو قائم وهو ساري في الدساتير الحالية، سواء كان مستويات حكم، سواء كان مجلس وزراء أو مجلس سيادي، لجهة استيعاب منتوج اتفاقات السلام. وهذه ليست بدعة تمت في 1972 طيب.
وتمت في السي بي اي وتمت في اتفاق السلام الشامل. فانا اتعجب من اساتذه قانونيين بهذا الخبره وبهذا التاريخ يحاولوا ان يبرروا لهذا. نحن الان امام ظرف تاريخي دقيق، نحن اكثر حرصا للسلام، نحن عانينا مظالم تاريخيه عميقه عانتها الدوله السودانيه في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، يجب ان نرتقي لهذه اللحظه الوطنيه. طيب. انا طيب. اقول يجب ان نقابل الدماء التي سالت دماء الشهداء بحق. انما يجري الان نرى ونصفه بكلمات واضحه حرص على ان لا يحدث سلام في المستقبل. هذا الامر رفضته الجبهه الثوريه بمكونات المختلفه، رفضته الحركه الشعبيه بقياده الحلو، رفضه القائد عبد الواحد محمد احمد النور. بالتالي لماذا الاصرار؟ لماذا نضع العرب امام الحصان؟ لماذا لا نفتح الباب للسلام ثم حينما نجلس في التفاوض ناتي لكي نتفق؟ وحينما نتفق والاتفاق سيكون بحكومة، حكومة أصلا تشكل بالله وسط الحرية والتغيير، حينما نتفق يتم إدراج هذا الاتفاق في ال يكون سائدا، يتم إدراجه في الإعلان الدستوري يكون سائدا على نصوصه. فما العيب في ذلك؟ أنا لا أبدا أبدا لا أرى أصلا هناك. دعني أنقل هذه الأفكار للسيد ساطع الحاج، اسمح لي دكتور محمد فرج الله. أولا أريد تعليق على ما ذكره دكتور محمد، والنقطة الثانية البعض كان يقول ضمن قوى الحرية والتغيير أنهم لم يكونوا مفوضين، يعني أقصد الجماعة التي كانت في القاهرة تفاوض الجبهة الثورية، وأنهم سيعودون إلى الخرطوم لمزيد من التشاور. هل هناك إمكانية لتضمين ذلك في الإعلان الدستوري؟ طيب. أم لن يحدث ذلك بحلول 17 أغسطس؟ طيب أنا أحترم الأستاذ محمد، وأعتقد أنه هذا الآن حوار وعصف ذهني عميق بين مكونات الحرية والتغيير على الهواء الطلق مباشرة. ولكن أنا ذكرت أنه تم إدراج 25 قضية تم اتفاق عليها في أديس أبابا في وثيقة الدستور الانتقالي 2019، وكنت أتمنى من السيد محمد أن يعطيني قضية واحدة أو بند واحد تم الاتفاق عليه في أديس أبابا ولم يدرج في الوثيقة الدستورية ل 2019. أنا أستطيع أن أؤكد لك يا سيد أنه لا توجد ولا نقطة واحدة، ولن يستطيع السيد محمد مطلقا أن يأتي بنقطة واحدة. إذن نفهم أستاذ ساطع أنه الإعلان الدستوري سيبقى كما هو بهذه الصيغة التي عشر. اسمح لي، سيبقى الإعلان الدستوري بالصيغة التي وقعت بالأحرف الأولى، إذن سيبقى حتى في التوقيع النهائي بهذا الشكل، هذا ما نفهم. لا، إذا لا توجد أي نقطة، بدليل أنه ممثلي الجبهة الثورية بالرغم من أنهم جزء من نداء السودان وجزء من الحرية والتغيير كانوا موجودين عن الجبهة الثورية تحديدا وليس عن نداء السودان، وراجعوا هذه الوثيقة بند بند ويعني وصيغة صياغة دقيقة أمامهم وصاغوها هم وكتبوها وأعادوا الدرافت بتاعها وأدرجت بشكل واضح وأعادوا وراجعوا هذا الإدراج. وكان الدكتور عبد العزيز الدكتور الصديق المحترم عبد العزيز عشر والسيد المحترم التوم هجو الاثنين كانوا حاضرين داخل قاعة التفاوض، والوثيقة أصلا هم الذين سلمونا لها، سلمناها منهم يعني، وتم نقاش على هذا الأساس وتم إدراجها. إذا النقاط التي تمت في أديس هي أدرجت في هذه الوثيقة، لكن هذه ليست القضية. هو حقيقة الآن هنالك القضية الأساسية حقيقة هو انعدام الثقة. يعني أنا أعتقد ذلك أنه الأخوة في الجبهة الثورية يعتقدون أننا وكأننا امتداد ولا نظام عمر البشير. أنا أعتقد أنه لا فرق بيننا وبينهم الآن، نحن جزء واحد ونعمل لبناء سودان واحد يقوم على أساس المواطنة في تقسيم الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الثقافة أو كذا. نريد أن نبني سودان جديد في كل مناطق السودان، نريد أن نوقف الحرب ونعلم ويلاتها ونعلم الأزمة الطاحنة التي أدخلتنا فيها هذه الحروب منذ عام 56 وحتى الآن. ولذلك لا يوجد في تقديري فرق بيننا وبينهم، يعني هم ينظرون وكأنما الناس الموجودين هنا وكأنهم جزء من النظام الماضي. لا أبدا، نحن نظرتنا أصلا لهذه القضية تختلف. نحن ننظر لبلادنا الآن وننظر لقضايا الحرب والسلام بشكل أساسي، باعتبار أنه إن لم يكن هنالك سلام لن يكون هنالك استقرار، وإذا لم في استقرار لن تكون هنالك تنمية ولا يوجد تطور، ولن نستطيع أن نعبر بالتالي بالمرحلة الانتقالية أو نوصل إلى نهاياتها بإقامة انتخابات حرة ونزيهة. إذن يفترض أن نتحرك بعقلية واحدة. أضيف شيئا آخر،
أننا مع الحركة مع الجبهة الثورية وقعنا أصلا يعني المسألة ليست مفاجأة جديدة أنه نوقع الآن في بعد 2019، لا، تم توقيع ميثاق العمل المشترك واتفقنا على هيكلة الدولة منذ ديسمبر 2014 ووقعنا على مواثيق مشتركة بيننا وظللنا نعمل بشكل مشترك منذ ذلك الوقت وبإخلاص وبعمق شديد جدا. ولذلك قضايا السلام الآن في واحدة من أهم مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها بشكل واضح وصريح في الوثيقة الدستورية هي مسألة السلام، وأنه أولوية بالحرف الواحد أنه أولوية العمل لمسألة السلام في الستة شهور الأولى هذا أمر واجب وحتمي. هذه نقطة جيدة دكتور محمد، اسمح لي، هذا أمر مدرك، هذا أمر مدرج. لماذا دكتور محمد فرج لا تنتظر الجبهة الثورية إلى الفترة الانتقالية وسيكون هذا من ضمن أولويات الحكومة الانتقالية؟ لماذا التعجل في الحصول على مكاسب سياسية؟ والبعض يتهمكم في الجبهة الثورية بأنكم تسعون وراء مناصب سواء في مجلس السيادة سواء في الحكومة، لماذا كل هذا الأمر برأيك؟ أنا أتفق مع ما أشار إليه الأستاذ ساطع من أن الحرية والتغيير جميعها صناع لهذه الثورة السودانية بكل كتلها الستة بجانب القطاعات الجماهيرية والشعبية والشبابية والمرأة والنازحين واللاجئين والحركات المسلحة، هذا لا خلاف حوله. ولكن سأل الأستاذ ساطع أن آتيه بمثال واحد لموضوع لما يتم إدراجه، أنا أؤكد لم يتم إدراج رؤية السلام كما تم التوافق عليها. طيب. في أديس أبابا تم إسقاط اسم الجبهة الثورية وهذا تعديل أمر آخر، تم إضافة مادة إضافية وهو قانوني ضليع يعلم ذلك ويعلم ما معنى أن تضيف مادة إضافية. حتى نتقدم في الحوار دكتور محمد فرج، يعني أجبني على السؤال، أيضا المصفوفة الزمنية التي تم حتى نتقدم أكثر في الحوار، يعني لماذا لا تنتظر الجبهة الثورية لبدء المرحلة الانتقالية؟ نحن على بعد أيام من التوقيع بشكل رسمي على الوثيقة الدستورية لتبدأ الحكومة عملها ومن ثم نبدأ العمل على قضايا السلام، لماذا تتعجل الجبهة الثورية في حصد النتائج منذ الآن؟ أخشى وأنا أقول هذا بكل أسف وبكل أسى، أخشى أنه لن تكون هناك مفاوضات سلام ولن يكون هنالك سلام إذا أنت يعني تضع العقابيل والعقبات وتضع الحدود والسقوفات. أنا هذا ما نقول، هذا ما بح صوتنا، نقول أنه لن تقبل حركة مسلحة، لن تقبل جهة بأن تدخل تفاوض معلوم نتائجه سلفا محدود بسقوفات محددة، هذا ما تقوله وثيقة الإعلان الدستوري. فحينما نقول أن هذه النصوص تم إدراجها لتعطيل عملية السلام، نحن نقول ذلك وبرهرنا ذلك بالتفاسير وأتينا كذلك بالأمثلة. فبالتالي الجبهة الثورية ستقبل في الدخول في مفاوضات فيها اشتراطات مسبقة. على سبيل المثال، هناك في اتفاق سلام دارفور الأخير تم إقرار موضوع الاستفتاء الإداري، الآن لا تستطيع حتى يعني الاتفاق في اتفاق السلام والتفاوض على هذا كل أمر، حتى لا تستطيع أن تنشئ وزارة لشؤون السلام ومعالجة قضايا الحرب، التي لأن الإعلان الدستوري نص على عدد من الوزارات هي 20 وزارة أو 21، لم تستطيع أن تبدل في ذلك إلا بالرجوع إلى الإعلان الدستوري. مستويات الحكم المحلي والحكم الولائي والحكم الاتحادي، الجبهة الثورية وكثير من الفصائل الأخرى ترى أن تكون المستويات 4، هناك ترى أن يكون هناك مستوى محلي مستوى إقليمي مستوى. أنت حينما تبدأ في التفاوض في هذه القضايا سيجابهك الطرف الآخر بأن هذا يخالف الإعلان الدستوري، بالتالي عليك أن تتفاوض فقط في إطار الإعلان الدستوري. على ماذا يكون التفاوض إذن؟ نحن أكثر حرصا على السلام، لذلك نقول يجب أن لا نضع العقابيل، يجب أن هذه الصيغة التي يتحدثون عن أنها معدومة، هذا السؤال يجب أن يطرح لهم، لماذا التخوف من أن يتم طرح هذه المسألة بهذه الصيغة التي نطالب بها؟ هي لا تعطينا حق أن نمتلك مجلس الوزراء أو نمتلك المجلس السيادي أو غيرها من التوصيفات التي ظللنا نسمعها. وأنا أيضا
أدخل إلى الاستديو اطلعت على بيان مؤسف مفبركة يعني بدأت حملة مغروضة يعني تجاه الجبهة الثورية. هذا البيان عاري من الصحة باسم الشيخ التوم هجو الذي يتواجد في الأراضي المقدسة. لماذا هذه نفس ثقافة نظام المؤتمر البائد؟ إذا اختلفت معك ولم أتفق معك فإنني أشن عليك حربا وأتهمك بالمحاصصات وأتهمك بأنك متعنت. لا يجب أن نجلس حقيقة لنخاطب. لماذا أتى الوفد إلى القاهرة؟ حملناه تفاهمات ووعد بأن يذهب إلى الأطراف في الداخل لكي يعرض عليهم هذه التفاهمات. إن لم يكن حقيقة مقتنع لما كان وعد كما سمعتم في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء الأمس في القاهرة. لماذا أيضا يعني أصدر المؤتمر السوداني بيان وقال أن وثيقة أو رؤية السلام لم يتم إدراجها ويجب إدراجها؟ لماذا أصدر أيضا حزب الأمة بيان رسمي بذلك؟ فبالتالي ما يقال حول أن وثيقة السلام تمت إضافتها كاملة غير منقوصة هذا ينافي الواقع. اسمح لي دكتور محمد. هناك مهم تم التوافق عليه في هذه الوثيقة بضرورة تأجيل تشكيل مجلس الوزراء. فقط تكتفي الأطراف على أن يتم تعيين رئيس ولي الوزراء. هذا الرئيس يعمل من خلال وكلاء الوزارات في شكل ما يسمى بحكومة تصريف أعمال حتى يتم التوافق على يعني مدة شهر يتم فيها توقيع إعلان وقف العدائيات. يمهد لقيادات الجبهة الثورية لكي تدخل إلى الداخل لكي تكون مفاوضات السلام نوعية داخل الخرطوم وليس مفاوضات في أديس أبابا أو في جوبا أو في كمبالا أو في عواصم الدول أخرى. هذا ما ندعو إليه وهذا ما نريده. ولكن طيب النقطة واضحة دكتور محمد. حتى نقسم الوقت بشكل يعني معتدل مع سيد ساطع الحاج. يعني سيد ساطع عدم التوافق مع الجبهة الثورية، البعض يطرح هذا السؤال، ألا يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الحكم الانتقالي في السودان؟ وربما نعود إلى المربع الأول، خصوصا أنه البعض يلوح بالتظاهرات وحتى العمل المسلح بعد ذلك. ما رأيك؟ طيب ابتداء الحاضر الابتداء الأستاذ محمد فرج ذكر بأنه لم تذكر اسم الجبهة الثورية وأنه أغفل إذكار اسم الجبهة ذكر اسم الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية. وبالتالي هل اسم الجبهة الثورية في حد ذاته هي قضية من قضايا السلام؟ وهل إغفال اسم الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية هل هذا يعرقل السلام أو هل هذه قضية من قضايا السلام التي تعرقل مسيرة السلام؟ أنا لا أعتقد ذلك. واحد. اثنين، من المسؤول أصلا من إقامة السلام؟ في الماضي عندما كان التحاور يتم مع النظام البائد ممكن جدا أن الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في ذلك الوقت وأيا كان تحت مسميات سواء كانت في تحالف قوى الإجماع أو النداء السودان كان تكون حريصة على حراسة اتفاقيات السلام، لأنه كان النظام ضد وكان نظام عدو ونظام بيقتل شعبه ويبيد شعبه. لكن الآن مسؤولية السلام وإقامة السلام هي مسؤولية تضامنية ومشتركة وليست مع الضاد بل مع شركاء مع بعضهم البعض، وهم المناط بهم والمسؤولين حقيقة من حراسة السلام ومن إحداث وتعميق السلام وإيقاف الحرب ودفع البلاد إلى بر الأمان وإقامة وإعادة بناء سودان جديد ببنيات تحتية جديدة. هذه مسؤولية الحرية والتغيير التي تكون الجبهة الثورية جزء منها، ودي مسؤوليتنا جميعا. وبالتالي عدم يعني إذا كان نحن والله حنتفق مع الجبهة الثورية باعتبار أن الجبهة الثورية هي التي ستحرس السلام، أعتقد أن الجبهة الثورية جزء من مكون أساسي هو الذي سيقوم بعملية السلام ونزع فتيل الحرب وإعادة بناء البلاد وإقامة التنمية وفق برنامج متفق عليه وموقع عليه في يناير 2019. ثلاثة، الوفد الذي ذهب إلى أديس إلى القاهرة الآن ذهب بمانديت وبمهمة محددة اللي هي معرفة ماهية الذي حدث، ما هي مآخذ الإخوة في الجبهة الثورية على ما حدث في الوثيقة الدستورية، لا سيما وأن المناديب الجبهة الثورية على أعلى مستوى كما قلت الدكتور عبد العزيز عشر والأستاذ التوم هجو الاثنين كانوا حضور ومشرفين ومراقبين لإدخال هذه الوثيقة ونقاشها بندا. ولذلك أنا أعتقد الآن يعني أي محاولة يعني إذا لم نسرع حقيقة سويا ونتحاور بشكل جادي ونقتنع بأنه إقامة السلام ليست مهمة الجبهة الثورية لوحدها بل هي مهمة الحرية والتغيير الآن، والجبهة الثورية جزء من هذه من الحرية والتغيير، دي مهمة كاملة وليست
مع أضداد بل مع شركاء لإعادة بناء الوطن على أسس من الحرية والمساواة والعدالة. وبالتالي لا أعتقد أن هنالك أسباب منطقية قد تقود إلى ذلك. بل على أي حال الحوار هو الذي سيحل هذه القضايا بالعصف الذهني العميق كشركاء في المقام الأول. ونحن شركاء حقيقة في هذا النضال, وما كان لهذا الواقع أن يتحقق, وما كان لهذا الأمر الآن أن يكون ممكنا لولا النضالات العميقة والشرسة التي قامت بها الجبهة الثورية مع رفقاء الآخرين في المعارضة السودانية. طيب. أخيرا في هذه النقطة, إذا أردنا أن ندخل مسألة الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية, إذن كل ما يكون في اتفاق مع حركة مسلحة سيكون إدخاله في الوثيقة الدستورية, وكلما تكون هناك اتفاقية تدخل في الوثيقة الدستورية. إذن ستتحول هذه الوثيقة حقيقة إلى عمل فوضوي لا يستطيع أن يضبط فترة الثلاث سنوات أو 39 شهر عمر الفترة الانتقالية. دكتور محمد فرج, وباختصار شديد, إذا يعني تم التوقيع على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس دون يعني أي إضافات, دون أي تعديلات تريدونها, ما خطوات الجبهة الثورية باختصار لو سمحت؟ باختصار بس فقط أريد أن أشير إلى جزئية الثقة. الثقة نعم جميعنا صنعنا هذه الثورة, ولكن بالمثل الذين كانوا في 1956 في المشهد السياسي وعدوا بتناول قضايا كل السودان ولم يفعلوا, الذين يعني كانوا في السلطة بعد 1964 ثورة أكتوبر الظافرة كانوا في السلطة ولم يخاطبوا قضايا كل السودان, وكذلك في 1985 والآن يتجدد ذات المشهد. لذلك رؤية السلام تضع ضوابط لهذه المسائل حتى نكون شركاء ونشرف على هذا الانتقال دون أن يكون هناك إنابة. يجب أن نكون مثل ما كنا صناع لهذه الثورة, يجب أن نكون أيضا صناع لهذا التغيير. أما ماذا هو الرد؟ نعم مثل ما أشار الأستاذ ساطع الحاج أن الحوار, والحوار وحده هو الوسيلة المثلى التي نستطيع من خلالها أن نتجاوز هذه القضايا. ولكن الشفقة ليس فقط, والخوف ليس فقط من الجبهة الثورية, وليس فقط من القائد عقار أو القائد مني أو الدكتور جبريل أو لا, ليس الخوف من أن يخرج دكتور جبريل آخر, أن يخرج عقار آخر, أن يخرج جونغرن آخر, طالما كانت أسباب الحرب قائمة. وبالتالي نحن نتوسل, نحن مشفقون, نحن نطالب حتى بح صوتنا لأن يتم فتح هذا الباب حتى نأتي لكي نتفاوض على أساس واضح. هذه هي المطالب بكلمة واحدة دكتور محمد, يعني بكلمة واحدة, هل ستستمرون في الحوار بعد الإعلان أو التوقيع على الإعلان الدستوري؟ دكتور محمد كلمة واحدة, هل ستستمرون في التحاور أم ستلجؤون لي أساليب أخرى؟ سنستمر في التحاور, وسنستمر أيضا في مناهض ما نراه خاطئا بوسائل مدنية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد, واضح لأنه الوقت يداهمني ولدي ملف آخر سنناقشه. دكتور محمد فرج الله المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية كنت معنا من لندن, وأيضا أشكر ساطع الحاج عضو قوى الحرية والتغيير والناطق باسم قوى الإجماع الوطني كنت معنا من الخرطوم. شكرا جزيلا لك.